البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، ومنها هل يجب إخراجها على الفور؟ من يجيب عندك؟ الصواب وجوبها على الفور، لأنها حقوق يجب إخراج الحقوق، وتأخيرها بدون حاجة ليس له ذلك. إذا مات قبل أن يخرجها وقد وجبت عليه هل تسقط؟ ما تسقط. يجب على الورثة أن يخرجوها من المال، فهي حق من الحقوق. إذا مضت عليه سنوات وهو لا يؤدي الزكاة، نعم، يجب عليه إخراجها جميع عن جميع السنوات. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه: المسألة 14، إذا ترفت الزكاة قبل وصولها إلى الفقير، كأن تكون سرقت أو غصبت أو كانت ماشية فماتت إلى آخره. في هذه المسألة أقوال: الأول لا تسقط عنه، والمعنى أنه يخرج بدلها، وهو قول الزهري والحكم وحماد والثوري وأبي عبيد، وحجتهم أنه حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه، فلم يبرأ منه بذلك كدين الآدمي، وهو مذهب الحنابلة. الثاني: إن كان لم يفرط فينظر في بقية ماله، فإن كان فيما بقي زكاة أخرج عنها، وإن لم يكن بقية فتسقط عنه، وإن كان فرط فلا تسقط مطلقة، وهذا قول الشافعي. الثالث: يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة، فرط أم لم يفرط، وهو قول أصحاب الرأي. الرابع: يزكي ما بقي بقسطه، وإن لم يبق إلا 10 دراهم، قاله مالك. قال أبو عبد الله وفر الله له: القول الأول أقرب، لأنه حق تعلقت به ذمته ولم يصل إلى مستحقه، وهو ترجيح ابن حازم، وأفتى بذلك الإمام ابن باز وعبد الرزاق عفيفي وابن غديان كما في فتاوى اللجنة الدائمة. تنبيه: هذه المسألة هي فيما إذا تلفت الزكاة بيد صاحبها أو وكيله، أما إذا تلفت بيد السلطان أو الساعي فلا ضمان عليه فيما يظهر، لأنه قد أخرجها إلى محل شرعي فبرئت عهدته والله أعلم. لأن المسألة الأولى إذا تلفت عليه، جهز المال يخرجه لفقير فضاع عليه فلم تصل إلى صاحبها، فيجب عليه أن يخرج بدنه. أما إذا كان دفعها للساعي، والساعي هو من يوكله الأمير بأخذ الصدقات، فدفع إليه، فالذي أتلفها هو الساعي، تلفت في يده، فإذا هو قد أوصلها إلى محلها فليس عليه أن يبدلها، ليس عليه أن يبدلها. إذا تلفت بيد السلطان أو الساعي فليس عليه الإبدال، وإن تلفت بيد نفسه أو بيد وكيله فعليه أن يبدلها، لأن الوكيل قائم مقام الموكل. الساعي إذا فرط على ولي الأمر أن يحمله، إذا فرط، أما بدون تفريط فلا يتحمل
ولي الأمر يبدل غيرها من بيت المال. المسألة الخامسة عشرة، هل يشترط النية في إخراج الزكاة أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية لأنها دين فلا تجب لها النية كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. ولنا قول النبي، من القائل ولنا؟ ابن قدامة، أي وحجتنا كذا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأداؤها عمل، ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة، وتفارق قضاء الدين، فإنه ليس بعبادة، ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه. وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة، فإذا ثبت هذا فإن النية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون، ومحلها القلب، لأن محل الاعتقادات كلها القلب. هذا واضح، عبادة لا شك في ذلك، ولكن لما كانت أيضا حقوق في الذمة، فمن أخرجها ولم ينوي العبادة أو أخرجت منه بالقوة فتسقط الحق الذي عليه، تسقط الحق الذي عليه. أما إذا أخرجها بنية صدقة نافلة، هل تسقط الحق الذي عليه؟ لا تسقط، نوى الصدقة، نوى بها الصدقة، أخرج أموالا بنية الصدقة، فجاء وقت الزكاة قال: التي أخرجناها نافلة نجعلها صدقة، نجعلها فريضة. الجواب هنا ما تجزي، هذا يدل على أن عبادة تحتاج إلى تمييزها بالنية. قال: وعن أنا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت المخاض هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية. وسميت بنت مخاض لأن الأم تكون حاملة في ذلك الوقت، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، ابن اللبون وبنت اللبون التي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، يعني اكملها سنتين سمي بذلك لأن الأم تكون في ذلك الحال ذات لبن عقب ولادة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، كل هذا في ماذا؟ في الإبل. إذا ملك هذا العدد فعليه كذا. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي التي استكملت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، استكملت 4 وطعنت في 5. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون،
فإذا بلغت 91 إلى 20 أو 100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما هو أقل عدد في الإبل تجب فيه الزكاة؟ عندك 5 من الإبل، كم فيها شاه من الغنم؟ الواجب عليه في 5 من الإبل شاه من الغنم، يعني من غير جنسها. وإذا ملك 10 من الإبل فيها شاتان أيضا من الغنم من غير الجنس، حتى يملك 25 فيبدأ من جنس الإبل. إذا بلغت 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى. قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة شاه. ما معنى سائمتها؟ التي ترعى المباح وليس من نفقة صاحب الغنم. فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة. معنى أقل عدد في الغنم تجب فيه الزكاة كم؟ 40 شاة. أول النصاب هو 40 في الغنم، وأول النصاب في الإبل 5 من الإبل، وأول النصاب في البقر من يعرف من لا 30، أول النصاب من البقر 30، إذا ملك 30 بقرة فعليه زكاة، إذا ملك 29 ما عليه زكاة. أول ما تجب الزكاة في البقر إذا ملك 30، سيأتي في الحديث الذي بعده في البلوغ حديث معاذ بن جبل. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، معنى اثنان لو كان رجلان شريكان في الإبل أو في الغنم، شريكان في الغنم معهم 45 من الغنم، كم فيها زكاة؟ شاة. فإذا افترقا كل أخذ حقه نصف بنصف ما عليها زكاة. إذن هنا في هذا الموضع علي لا يجوز لهم أن يفرقوها حتى يفروا من الصدقة، ليس لهم أن يفروا من الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والجمع أيضا قد يخفف عنهم، مثلا أنت معك 40 شاة وأخوك معه 40 شاة، قلتم نجمعها من أجل نخرج شاة واحدة. 40 وحدها كم فيها؟ شاة. لكن إذا جمعتها صارت 80، 80 أيضا فيها شاة واحدة، لأن صدقة الغنم تستمر من 40 إلى 120 شاة واحدة كما في هذا الحديث. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة أي الفضة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة،
أقل مقدار نصاب الفضة 100 درهم، وأقل شيء في الدنانير في الذهب كم؟ 20 دينارا. أقل نصاب الفضة 100 درهم، وأول النصاب في الذهب 20 دينارا. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. انظروا كم من أحكام في هذا الحديث. ولذلك الذي يحفظ الأحاديث النبوية يكون فقيها يزداد علمه، فالحفظ أساس من أسس التفقه في الدين. ذلك نوصي بحفظ بلوغ المرام، ستستفيد جدا، تحفظ أدلة الأحكام. إذا حفظت بلوغ المرام حفظت أدلة الأحكام الفقهية. فالذي يحفظ هذا الحديث يسهل عليه فهمه ويستنبط الأحكام الكثيرة. ولذلك نحث طلاب العلم على حفظ القرآن وحفظ أدلة الأحكام. حفظ القرآن وحفظ السنة أساس العلوم. ولذلك اصبروا على الحفظ. الحفظ شاق على النفوس ولكنه أساس العلم، ثمرة عظيمة. والذي يترك الحفظ يكتفي بالمطالعة ما يستفيد، يعني تتفلت عليه المعلومات، ما يثبت معك إلا المحفوظات تثبت، وهكذا الكتب التي تدرسها أنت أيضا تثبت عندك، والكتب التي تؤلفها البحوثات تثبت. فأعظم ما يثبت هو الحفظ، ويليه التأليف والتدريس. ولذلك نحث طلاب العلم على الصبر على الحفظ، اصبروا وسترون الثمرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.